جبنا 10 ملاير انطلقنا في الإجراءات، خيرنا المؤسسات مقاولين، رحت شخصيا وقفت على الإنجاز. الحمد لله مقاولين راهم كما نقولوا حنا كونسيون بهاد لاطاش، ماذا بهم هما تاني خاطر الناس خنشله، نكملوا توت سويت ونستقبلوا هنا ان شاء الله. فيه 31 مليون دينار تمدد في الفوند ولايه وفي البيجي ولايه، و11 مليون دينار من طرف البلديه، دونك كل شيء يولي 42 مليون 4 ملاير و200. هذه كإعانة.